تشرفت بلقاء سيادة رئيس الجمهورية اليوم، وقدمت آخر المستجدات لرئيس الجمهورية في خصوص التقلبات المناخية اللي صارت اليوم في تونس والتي متوقعة أن تتواصل في الساعات القليلة القادمة في الساحل وفي بعض ولايات الجنوب، وكل التجهيزات وإمكانيات الدولة التي تم وضعها لمجابهة الكوارث ولجنة مجابهة الكوارث في انعقاد دائم. كما قدمت لرئيس الجمهورية برنامج عمل الحكومة في الأسابيع القادمة، وأكد سيادة رئيس الجمهورية على حرصه على ضرورة التنسيق التام والكامل بين جميع أجهزة الدولة وبين هيكل الدولة في الفترة القادمة في انتظار قيام حكومة جديدة، حفاظا على مصالح المواطن وحفاظا على المرفق العام.